لقاءات روحية تقدم البوق الروحي، فقرة أرثوذكسية يومية، اليوم وكل يوم ما عدا الأحد. المسيح قام. يبين سيادة المتروبوليت بولس يازجي أعاده الله سالما، يبين كيف تدرجت السامرية في معرفة الرب، فيقول: تدرجت السامرية في معرفة الرب بمقدار تدرجها بمعرفة ذاتها. فحين كانت تنظر من حاجاتها المادية رأته يهوديا، وحين راحت تجول في عالم الدين ظنته أعظم من يعقوب. ولما تعالت بالخبرات الروحية ومعرفة الذات والاعتراف بحقيقتها رأته نبيا. وبعدها لما وصلت إلى العبادة بالروح والحق وإلى حرية الإيمان أدركته المسيح المخلص. المسيح قام.